هنبدأ بقى في الشابتر التاني، تمام، وبنتكلم فيه ازاي ان انت تعمل ديزاين للشبكة بتاعتك. تمام، اول طريقة من انواع الديزاين اللي هو فلات نتورك ديزاين، اول موديل اللي هو ايه الفلات ديزاين. يعني ايه فلات نتورك ديزاين؟ دلوقتي احنا في مكان زي ده، تمام، مطلوب مني ان انا اربط اللابات دي كلها ببعضها، فانا هنا عندي تو سويتشز موصلهم ببعض عشان الاجهزه توصل لبعض، تمام. اللاب اللي جنبي قررت ان انا برضو اربطه باللاب ده، هعمل ايه؟ سويتش، وهطلع سلكه من السويتش ده اوصله لاي سويتش من الاثنين اللي هنا. طب قررت بعد كده ان انا ادخل المكتب بتاعي كمان في نفس النتورك، هروح حاطه سويتش في المكتب، صح، واطلع سلكه لاي سويتش منهم. طب عندي سكرتيره عايزه ادخلها برضو في نفس النتورك، اعمل ايه؟ سويتش عندها مثلا وارميها على الشبكه دي. طب لو الدنيا بدات توسع توسع توسع، ده كده ديزاين غلط. ليه؟ لو انا عندي اي كاس كمبيوتر دلوقتي بعد برودكاست، برودكاست يعني داتا توصل للكل، صح؟ برودكاست از نوت ايفل، هو مش عفريت هنجري منه، بس الصح ان احنا نعمل ديزاين للشبكه بتاعتي. لان لو انا سبت عدد، لو عدد الاجهزه كتير قوي وسبت الاجهزه كلها مع بعضها عمالين يبعتوا برودكاست لبعض، هوصل لمرحله اساسا ان الباند ويث بتاعي هتحصل فيه مشكله وهيحصل عندي كونجيشن في الشبكه. تمام، طبعا زي ما اتفقنا برودكاست از نوت ايفل، بس لازم اعمل له كنترول غصب عني. في الباك جراوند دايما بيحصل برودكاست ترافيك، عاده اليوزر مش بيجنريت برودكاست بنفسه، عاده الكلام ده بيتم اساسا في الباك جراوند. مثلا جهاز كمبيوتر لسه قايم عايز مثلا يوصل لدي اتش سي بي سيرفر ياخد منه اي بي، ما هي اول باكت بتعمل لها ايه؟ برودكاست في الشبكه. يعني هفترض ان المبنى ده كله بتاعنا، يا رب ان شاء الله، تمام ان شاء الله، وربطت كله مع بعض شبكه واحده وعملت الديزاين بتاع الفلات، اي كاس كمبيوتر هيقوم عايز اي بي من دي اتش سي بي سيرفر هيبعت برودكاست، البرودكاست يوصل لمين؟ لكل الاجهزه اللي في المبنى. زي ما اتفقنا ده كده هيوصلني لمرحله معينه ان يحصل عندي كونجيشن. تمام، بلاش دي، جهازي عايز يدخل اصلا على الجهاز بتاع نصر دلوقتي، عايز ادخل شير او بيج او وات ايفر، ما هي اول باكت اساسا كان بيتعمل لها برودكاست عشان اوصل للديستنيشن ميك عن طريق بروتوكول الارض، صح؟ برضو نفس الكلام، لو الشبكه بتاعتي كبرت زياده عن اللزوم، جهازي اجي ادخل اشير على الجهاز بتاعه الاقي اللي هو كان زمان في الويندوزات القديمه الساعه الرمليه دي ظهرت، تمام، او الويندوزات الجديده بتاع اللي عمال يلف كده والدنيا مهنجه، ممكن يقعد بالخمس دقائق اساسا الدوريه اللي عماله تدور دي كده مع نفسها لغايه ما اعرف ادخل على جهازه. ده جهازين جنب بعض، ده الجهازين اصلا جنب بعض. واضحه المشكله؟ فعشان كده الفلات نتورك ديزاين ده مناسب للسمول بزنس، مش بس السمول بزنس، ده الفيري سمول بزنس. تمام، قال لك طب ما احنا ممكن نعمل ديزاين تاني اللي هو سيجمنتد ديزاين. سيجمنتد ايه ديزاين؟ ايه السيجمنتد ديزاين ده بقى؟ ايه رايك لو انا قدرت ان انا اقسم الشبكه بتاعتي لفيلانات؟ ماشي، الى حد ما الدنيا برضو اتظبطت، صح؟ بحيث دلوقتي لو جهاز كمبيوتر بعت برودكاست، البرودكاست ده هيوصل لمين؟ لكل الاجهزه اللي معايا في نفس الفيلان بس. تمام، بعد كده سيسكو قررت ان هي تعمل ديزاين اسمه هيراريكال ديزاين موديل. هيراريكال ايه؟ ديزاين موديل. نركن ده بقى كده خلاص، بنتكلم دلوقتي عن الموديل التالت اللي هو هيراريكال ديزاين موديل. ايه فكرة الهيراريكال ديزاين موديل؟ هفترض ان انا عندي دلوقتي مبنى، المبنى ده متكون من ادي دور، ادي التاني، ادي التالت، وطبعا كل دور بيبقى جواه مجموعه من الاجهزه، صح؟ عايزه اوصل كل دور ببعضه، يبقى كل دور احط له ايه؟ سويتش، ادي التاني، ادي التالت، تمام؟ طيب عايزه دلوقتي اوصل كل الادوار دي ببعضها، اعمل ايه؟ ده سويتش اهو، لو نفتكر كده سويتش كنا بنرسمه سهم رايح سهم جاي. تمام، عايزه اوصل الادوار دي كلها ببعضها، اتصرف ازاي؟ ممكن ان انا دلوقتي اوصل سلكه، بس كده انا ما عملتش حاجه، انا كده بتكلم في الفلات ديزاين او السيجمنتد ديزاين، صح؟ الافضل ساعتها ان انا اجيب السويتش هنا واوصل السويتشات دي عليه. اخدتوا بالكم اصلا ان شكل السويتش مختلف عن السويتش ده؟ ليه بقى؟ قال لك اصل سيسكو اصلا بتصنع
مع انواع من السويتشات او بصفه عامه كل الشركات. يعني على سبيل المثال عندي مثلا لاير 2 سويتشز، دي شغاله في لاير 2 زي السويتش اللي قدامنا ده، تمام. في عندي سويتشات شغاله في لاير 3، طالما لاير 3 يعني بتقدر تعمل راوتنج. طب لاير 4 يعني كمان بتفهم البورت، طالما بتفهم البورت اقدر ان انا اقوم عليها اكسس كنترول ليست فلتريشن للترافيك، تمام. في سويتشات كمان شغاله لغايه الابلكيشن لاير، ودي بنسميها مولتي لاير سويتش. بنسميها ايه؟ مولتي لاير سويتش. سيسكو بتصنع اللاير 2 سويتش وبتصنع المولتي لاير سويتش، تمام. فيهمني ان السويتش ده يكون مولتي لاير سويتش. ليه بقى؟ قال لك اصل قدام باذن الله هنحتاجه لما اجي اعمل راوتنج بتوين الفي لانز، لان انا مش عايزه الشبكه بتاعتي برضو كلها تبقى في نفس الفي لان. جهاز كمبيوتر يبعت برودكاست يوصل للمبنى بالكامل، وعشان كده هقسم الشبكه قدام لايه؟ لفي لانات. طب انا عايزه بعد كده يعني مثلا انا عندي ادي في لان، هقسم الشبكه بتاعتي ادي في لان، ادي الثانيه، ادي الثالثه، تمام. عايزه بعد كده كل الفيلانات دي توصل لبعض، اعمل ايه؟ هعمل فيتشر كده اهو، شغل فيتشر اسمه راوتنج بتوين الفيلانز. عشان اعمل راوتنج محتاجه يا اما راوتر يا اما مولتي لاير سويتش، وهنشوف الفروق قدامهم قدام باذن الله بينهم ايه. عشان كده يهمني تاني السويتش ده يكون ايه؟ مولتي لاير سويتش عشان يعمل لي راوتنج بينهم، تمام. الدنيا بدات توسع مني، فالشركه بتاعتي كبرت بقى في مبنى كمان. يعني انا هفترض تاني ان الشركه كبرت، فبالتالي بقى عندي مبنى كمان وعملت له ديزاين بنفس الطريقه، تمام. عايزه اوصل للمبنى ده بالمبنى ده، اتصرف ازاي؟ ممكن اطلع سلكه كده من السويتش ده للسويتش ده، من المولتي لاير سويتش ده لده، تمام. وممكن كمان ان انا احط هنا ايه؟ سويتش. لو مولتي لاير سويتش يا ريت، لو انت عندك مفيش مولتي لاير سويتش ووصلته اكسس سويتش مفيش مشكله، بس الافضل لو مولتي لاير سويتش. ليه مش شرط ان يكون مولتي لاير سويتش؟ لان وظيفه الراوتنج بين الفيلانز تمت في المنطقه دي خلاص. حاجه كمان، لو انت هتوصل هنا سويتش، يعني تربط التو سويتش دول عن طريق سويتش تالت، حط لي اثنين، يا اما تلغي المنطقه دي خالص وتوصل دول بسلكتين مثلا عشان يبقى فيه هاي افيلابيلتي، لو سلكه منهم وقعت الثانيه موجوده، تمام. ليه بقى يهمني ان انا احط تو سويتشز مش سويتش واحد بس؟ عشان لو انا حطيت سويتش واحد بس هيبقى سنجل بوينت اوف فيلير، لان ده لو وقع السويتش ده، لو وقع المبنى ده بالكامل هيفقد الكونكتيفيتي ما بينه وما بين المبنى ده. لكن لو انا عندي تو سويتشز هيبقى فيها هاي افيلابيلتي زي ما اتفقنا. احنا بنتكلم دلوقتي ببادجت اعلى، بس يعني الموضوع يستاهل، تمام. فهوصل سلكه كده ودي، وممكن كمان كنوع اكبر اكبر واكبر من الهاي افيلابيلتي اوصل تو سويتشز لايه؟ بالسلكتين كمان. بالظبط، واضحه كده؟ طيب دلوقتي الهيراركال ديزاين موديل ده عباره عن مجموعه من اللايرز. اللاير الاولانيه دي كده بنسميها ايه؟ اكسس لاير، وبرده بنسميها ايدج لاير، لان دي اللي على الحرف اللي بتربطني باجهزه الكمبيوتر، تمام. المنطقه اللي جنبيها دي بنسميها، دي بقى سهيل اللي اسمها ايه؟ الديستريبيوشن او برضو بنسميها اجريجيشن لير. ليه اجريجيشن؟ لان اساسا دي اللي هتجمع الاكسس سويتشز مع بعضها. اجريجيشن يعني تجميع، تمام. المنطقه اللي بعدها دي بنسميها منطقه الكور، بنسميها منطقه ايه؟ الكور، وبرضو بنسميها منطقه الباك بون، تمام. وانا بعمل كونفيجريشن، اعمل كونفيجريشن على انهي سويتش؟ اغلب الكونفيجريشن في الانتربرايز بتاعتي هلاقيها في المنطقه دي في الاكسس. في كونفيجريشن هتبقى في المنطقه بتاعت الديستريبيوشن زي ما قلنا، اللي هو على سبيل المثال الراوتنج بتوين الفيلانز. حاول بقدر الامكان تبعد عن المنطقه بتاعت الكور، رغم ان في كونفيجريشن لازم تتعمل مثلا في الثلاثه، في كونفيجريشن ثانيه لا مكانها المناسب مثلا في الكور، تمام. لكن انا بتكلم عن الاغلب بصفه عامه هتلاقيه فين؟ هنا. طول ما احنا ماشيين هقول لكم الفيتشر ده المناسب ليه اكتر يشتغل في المنطقه الفلانيه، تمام. ليه يهمني ان انت تبعد عن منطقه الكور على قد ما تقدر؟ قال لك اصل الكور دلوقتي وظيفته ايه؟
بياخد الترافيك اصلا من مبنى بالكامل يسويتشوا على مبنى بالكامل. سيبوا في الهم اللي هو فيه ده مسؤول عن نقل حجم داتا كبير جدا، ما تتخموش انت كمان بكونفيجريشن ازيد. واضحه؟ ليه سموه بقى هيراريكال ديزاين موديل؟ شايف الشكل عامل ازاي؟ هرم. وعشان كده سيسكو سماته ايه؟ الهيراريكال ديزاين موديل. تمام؟ حاجه كمان دلوقتي لما اكون موصله تو سويتشز ببعض اتفقنا ان الابلينك اللي ما بينهم ده بيكون نوعه ايه؟ فاست ايثرنت؟ لا، على الاقل خالص يا ريت ان هو يكون جيج ايثرنت. تمام؟ يا ريت كمان يكون في اكتر من لينك زي ده مثلا. انا اقدر ان انا اوصل لتو سويتشز اب تو 8 لينك، اقدر اوصلهم لغايه كام؟ 8 لينك. بس هنكتشف ساعتها ان الداتا بتمشي على لينك واحد بس والباقي ما لهمش لازمه. وعشان كده هنراجع تاني على الفيتشر بتاع الاسر شانل، ان انا عن طريقه بجمع الانترفيس دي كلها جوه بندل واحده بحيث ان انا ابعت الداتا عليهم كلهم. ابعت الداتا ايه؟ يبقى انا كده استفدت من السرعه بتاعتهم، مش بس كل وظيفتهم في الحياه ان هم باك اب. تمام؟ فلو انا لو انت عندك تو سويتشز واللينكس اللي عندها مثلا جيج ايثرنت بس، يا اما تعمل ابجريد للانترفيس بتاعتك. تمام؟ يا اما ان انت لو ما عندكش امكانيه ان انت تعمل ابجريد للانترفيس، تعمل توصلهم بكذا لينك يعني وتعمل ما بينهم اسر شانل. هو ينفع ان انا اعمل ابجريد للانترفيسز؟ اه، على حسب طبعا الموديل. يعني في موديلات اساسا بيبقى الانترفيسز اللي فيها بلاجبل، يعني تتشال وتتحط. تمام؟ تعالى اوريكم صوره كده مثلا ليها. سمول فور فاكتور بلاجابل. تمام؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ ده رسم توضيح ازاي بركبه. تمام؟ في عندي انواع بالمناسبه من الاس بي اف. الاس بي اف الاس بي ده السرعه بتاعته بتبقى 1 جيج، اللي هو كان زمان جي بيك. تمام؟ ده سرعته كام؟ 1 جيج. عندي كمان مثلا الاس بي بلس ده سرعته 10 جيج. في عندي كمان الكواد اس اس بي ده السرعه بتاعته 40 جيج. في عندي السنترال اس اس بي ده السرعه بتاعته 100 جيج. فزي ما اتفقنا في بعض الموديلات بنسميها موديولر سويتشز، برضو هنتكلم عنها بالتفصيل قدام باذن الله، بتسبورت ان انا اساسا اغير البورس. تمام؟ فتاني لو انت السويتشز بتاعتك عندها الامكانيه ان انت تعمل ابجريد للانترفيسز، اوكي. ما عندكش امكانيه ان انت تعمل ابجريد، قلنا تالت اول ايه؟ اسر شانل. سيسكو عملت الهيراريكال ديزاين موديل ليه بقى؟ قال لك عشان يسبورت رول كده بنسميها ال 80 20 رول، او خلينا في القديم الاول بعد كده الجديد، ال 20 80 رول. نتكلم شويه كده عن الرولز دي. 80 ده معناه ان الترافيك بين الفيلانات يبقى تقريبا جوه الفيلانه الواحده اسفه تقريبا بنسبه 80%. تقريبا بنسبة كام؟ ما هو في ترافيك بيتنقل جوه الفيلان الواحدة وفي ترافيك بيتنقل ما بين الفيلانات. تمام؟ النظام القديم الرول القديمة كانت 80 20. 80 تاني معناه ان تقريبا 80% من الترافيك جوه الفيلان الواحدة على اساس ان كل فيلان هيبقى جواها سيرفراتها. تمام؟ طب وال 20% الباقيين دول نسبة الترافيك تقريبا برضو اللي بتتنقل ما بين فيلان لفيلان تانية. عايزة داتا من فيلان تانية. تمام؟ سيسكو دلوقتي قالت لا لا لا، الرول دي مش كويسه، احنا عايزين دلوقتي نمشي على الرول بتاعت 20 80. يعني معنى كده ان 20% من الترافيك جوه الفيلان و80% من الترافيك بين الفيلانات. طب ليه يا عم؟ قال لك اصل اغلب الشركات دلوقتي اساسا بتميل للسنتراليزيشن. يعني دلوقتي هي منطقه بنسميها السيرفر فارم او الداتا سنتر، جواها السيرفرات بتاعتي وجواها الشغل كله، الكلاينتس بتوعي هيكونكتوا على المنطقه السنتراليز، مش كل فيلان عندها سيرفراتها. وعشان كده سيسكو عملت عندي مين؟ الهيراريكال ديزاين موديل عشان يسبورت الرول بتاعت ال 20 80. واضحه كده؟ الهيراريكال ديزاين موديل زي الفل، بس عندي مشكله فيها. ايه هي؟ ما حلتليش المشكله ازاي ان انا اكونكت على الانترنت. خدوا بالكم من حاجه، كل ده جوه مين؟ اللان بتاعتي. كل ده جوه ايه؟ اللان. انما مش حلتلي مشكله ازاي اصلا ان انا اكونكت على الانترنت. تمام؟ طيب هو اساسا الكور سويتش ينفع انه يطلعني على الانترنت؟ على حسب،
في بعض انواع المالتي لاير سويتشز بتسبورت ان انا اركب عليها ويك اوكيه، وبالتالي اقدر ان انا استخدمها عشان اطلع بيها على الانترنت تمام. لكن في انواع كتيره برضو من المالتي لاير سويتش ما ينفعش ان انا اركب فيها ويكيه تمام. علشان كده سيسكو قررت ان هي تعمل ديزاين تاني اسمه ده الرابع بقى انتربرايز كومبوزيت نتورك موديل. انتربرايز ايه؟ كومبوزيت نتورك موديل. ايه بقى الحوار ده؟ قال لك الشبكه بتاعتي انا هقسمها لاربع بلوك، البلوك الاولاني ده بتاع الانتربرايز كامبس، والبلوك الثاني انتربرايز ايدج. كلمه انتربرايز معناها الشركه بتاعتي، كامبس يعني اللان، كامبس يعني ايه؟ اللان بتاعت الشركه، المنطقه الداخليه بتاعت الشركه. ايدج ده اللي هو ايه؟ تبع الشركه بس المنطقه اللي على الحرف اللي هتربطني بالانترنت او اللي هربطني بالريموت، الريموت اللي هو الفرع الثاني مثلا للشركه، اكيد عن طريق سيرفيس بروفايدر، وطالما عن طريق سيرفيس بروفايدر اكيد عن طريق وان كونكتيفيتي صح؟ وان تكنولوجي مثلا فريم ريلي اي تي ام دي اس ال واتفر تمام. فالمنطقه بتاعت الانتربرايز كامبس عباره عن ايه؟ المنطقه بتاعت الاكسس والديستريبيوشن والكور. وبالمناسبه المنطقه بتاعت الاكسس يهمني جدا ان السويتشز اللي فيها تكون لاير 2 سويتشز، لسبب بيبقى فيها بلينتي اوف انترفيسز، انترفيسز كتير، وفي نفس الوقت رخيصه في السعر، ارخص بكتير جدا من المالتي لاير سويتش تمام. حاجه كمان المالتي لاير سويتش صحيح غالي بس كل يوم التاني السعر بتاعه بيرخص. يعني انا فاكره كويس جدا لما سبت الجامعه كانوا جايبين ساعتها سويتش هناك اصلا ب 70,000 تمام. لا الحاجات دي اسعارها بترخص لان في حاجات جديده بتنزل عليها تمام. فقلنا تاني اصلا عندي المنطقه بتاعه الاكسس ديستريبيوشن كور، كل ده فين؟ في المنطقه بتاعه الانتربرايز كامبس. اي شركه في الدنيا ما بتبقاش عباره عن مجموعه من السويتشات بس صح، بيبقى فيها كمان سيرفرات، فالسيرفرات دي بنحطها في منطقه بنسميها السيرفر فارم او الدلع الجديد اللي بنقوله دلوقتي اللي هو الداتا سنتر. الداتا سنتر بيبقى جواها ايه؟ السيرفرات، وجواها كمان النتورك مانجمنت، الاجهزه او السيرفرات اللي انا بمانج بيها الاجهزه اللي حواليا، زي مين؟ زي السيسلوك سيرفر، زي الاس ان ام بي سيرفر تمام، زي الاي تي اس تمام. كل دي سيرفرات بتتحط زي النت فلو، كل دي بتتحط عندي في المنطقه بتاعه النتورك مانجمنت تمام. الاي بي اس يتحط هنا، الاي بي اس الانتروجن بريفنشن سيستم يتحط في المنطقه بتاعه مين؟ الانتربرايز ايدج تمام. طب الانتربرايز ايدج ايه ده؟ قال لك دي المنطقه اللي عن طريقها هطلع على الانترنت او هوصل للريموت سايت بتاعي. يتحط فيها ايه؟ الراوتر، الفاير وول صح. ممكن كمان لو انا مشغله في بي ان ممكن احط فيها الديفايسز اللي انا مشغله عليها سايت تو سايت في بي ان او ريموت اكسس في بي ان. في اي مشكله كده في الانترنت في جزء نتورك موديل؟ يبقى تو سامرايز، عندي اربع انواع من الموديلات. الموديل الاولاني الفلات نتورك ديزاين تمام، ومشكلته ان الشبكه بتاعتي لو كبرت قوي هيعمل لي كونجيشن في الشبكه بتاعتي والبرودكاست هياثر على البرفورمانس تمام. الموديل الثاني اللي هو السيجمنتيشن او سيجمنتد نتورك سيجمنتد موديل، وده عن طريقه بقسم الشبكه بتاعتي لفيلانات. بعد كده سيسكو عمل الموديل بتاع الهيراركال ديزاين موديل، بس مشكلتي مع ان هو مش حل لي ازاي ان انا اطلع الانترنت، عشان كده بعديه اتعمل انتربرايز كومبوزيت نتورك موديل هو الهيراركال ديزاين موديل ده بلوك، وبعد كده بقيه البلوكات فيها ازاي اصلا هوصل للفرع الثاني عن طريق راوتر او سايت تو سايت في ان او ريموت اكسس في ان واتفر. واضحه؟ تمام. نراجع حاجه خفيفه بقى كده على موديلات السويتشز تمام. سيسكو طبعا كنا قلنا زي اي شركه من الشركات الحيتان الكبار، اي شركه صنطوطه كده تحتيها بتروح شاريها، زي اي بي ام لما عامله كده كاتيجوري اسمه التيفولي حاطه جواه كل البرودكتس اللي شاريها من الشركات الصغيره اللي تحتيها تمام. سيسكو برضو اساسا عندها لسته كده في شركات كتيره جدا شاريها. ثواني كده هجيب لكم اللينك بتاعها. بص كده ايه هي الشركات اللي سيسكو اشترتها في ويكيبيديا، دي لسته من كل الشركات اللي سيسكو اشترتها تمام. اول شركه كانت سيسكو اشترتها كريشاندو. كريشاندو دي اساسا شركه كانت متخصصه اصلا في السويتشنج تمام، سيسكو اشترتها.
كان الاول سيسكو عندها خط انتاج واحد بس اللي هو الراوتنج. لما اشترت الشركه دي قامت عامله كمان خط انتاج لمين؟ للسويتشات. بس الكريشانتو الاوبريتنج سيستم بتاعهم بالمناسبه كان اسمه كات او اس. كان اسمه ايه؟ كات او اس. تمام. الكات او اس ده التعامل معاه كله اساسا كان عن طريق امر سيت مسافه. سيت مسافه. فسيسكو قررت بعد كده ان هي تحول السويتشات اللي شغاله على الكات او اس نيتيف اي او اس. النيتيف اي او اس اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي احنا شغالين عليه من اول ما بدانا. انيبل كذا، باسورد كذا، اي بي ادرس كذا، مش عارفه ايه الاوامر اللي انتم متعودين عليها. تمام. نيتيف اي او اس. تمام. يبقى تاني شركه كريشاندو هي اللي كان عندها اساسا او هي اللي عامله الكاتاليست او الكات او اس. بعد كده سيسكو ابتداء من موديولر سويتشز موديل او كاتاليست سويتشز اسمها موديل 6500 سيريس 6000. هبقى اكلمكم عن الكلام ده قدام باذن الله لما ندخل في الشابتر بتاع الموديولر، يعني ما تقلقوش. تمام. المهم تاني ان بقت تشتغل على مين، وبدات واحده واحده كده تشد البساط من تحت الكات او اس. بمعنى اخر امتحان دولي تبع سيسكو بيسبورت الكات او اس كان 2004. عايزه تخلي الناس تشجعهم اكتر ان هم يشتغلوا على مين؟ على نيتف اي او اس. تمام. والموديل ده من السويتشات كده اسمه كاتاليست. اسمه ايه يا شباب؟ كاتاليست. بعد كده سيسكو عملت خط انتاج تاني اسمه نيكسس. يبقى من الاخر سيسكو عندها دلوقتي خطين انتاج. كاتاليست ده مخصص للانتربرايزز، يعني مثلا لو جيت بصيتوا على السويتش اللي قدامكم ده كده هتلاقوا مكتوب عليه كلمه كاتاليست. يبقى ده مناسب للانتربرايزز حتى لو لاير 2 حتى لو مالتي لاير. تمام. في عندي طبعا سيريس محترمه جدا منه 6500 6800، في موديلات محترمه جدا جدا منه. تمام. الموديل الثاني او خط الانتاج الثاني اللي هو النيكسس، وده مخصص للداتا سنترز الكبيره. في بقى مثلا نيكسس 3000، نيكسس 5000، نيكسس 7000، نيكسس 9000. انا بتكلم في موديلات من السويتشز عدد البورتات بتاعتها بالالفات. تمام. يعني تعالى اوريكم مثلا موديل كده. لو هنتكلم مثلا عن سيسكو نيكسس 9000 مثلا، شايفين المنظر عامل ازاي؟ شايفين ده مثلا 7000؟ شايفين المناظر دي عامله ازاي؟ تمام. ويبقى تاني ده مخصص لمين؟ لشغل الداتا سنتر. يبقى من الاخر دلوقتي سيسكو عندها خطين انتاج، الكاتاليست وده مخصص للانتربرايزز، النكسس وده مخصص للداتا سنتر. اب تو ذيس بوينت، حد وقع مني في اي حاجه؟